مرحبا بكم سيداتي وسادتي مع حلقة جديدة من حلقات ذهنك المخادع الدليل العلمي لآليات التفكير. مرحبا بكم سيداتي وسادتي مع حلقة جديدة الدليل العلمي لآليات التفكير النقدي، واليوم راح نتكلم عن الفصل 18 أنواع عديدة من العلم المزيف. وقبل ذلك أشكركم جميعاً وأشكر جميع اللي حضروا معنا، والصراحة أنتوا يعني أنتوا وقودنا في هذه الحلقات وغيرها. طيب، يبدأ ستيفن نوفيلا هذا الفصل بالقول: في المحاضرة السابقة قمت بشرح الفرق بين العلم الشرعي الصارم والعلم الذي يكون من النوع الذي يكثر به العيوب لدرجة أنه يجب أن يسمى علم مستعار أو علم مزيف. وفي هذه المحاضرة سأقوم بتقديم أمثلة مختلفة على العلم المزيف وأحللها بالتفاصيل لكي أوضح بعض السمات المختلفة من العلم المزيف من التي تحدثنا عنها بالحلقة السابقة. لو تذكرون بالحلقة السابقة ذكرنا أن هنالك سمات للعلم المزيف، فرح نطبق هذه السمات على الأمثلة اللي رح نقدمها اليوم. أول مثال هو الإيرودولوجي أو علم قزحية العين، وهو كما رأينا في الفصل السابق نظرية تم اختراعها في عام 1800 من قبل إغناس فون بيزلي. وقلنا أن بيزلي كان قد أسند نظريته بالكامل، أي علم قزحية العين، على مشاهدة واحدة فقط. تقول القصة أن بيزلي كسر يوما رجل بومة بالخطأ، فلاحظ ظهور خط أسود في قزحية عين البومة لم تكن موجودة بالسابق. وعندما تعالجت البومة وشفيت، فهذا الخط الأسود اختفى تماما. فاستنتج بيزلي بأن قزحية العين تعكس الصحة ومرض الكائن الحي، بومة كانت أو إنسان. أي أنه افترض وجود خارطة كاملة لكل جزء من أجزاء الجسم في قزحية العين، بها يعكس اللمعان واللون لمدى صحة أو مرض أي واحد من هذه الأجزاء. هذا الاعتقاد في الأساس استند على نظرية عامة أخرى قديمة، يعني تسمى هومونجولوس أو هومونجولوس بارادايم. والهومونجولوس هي فكرة تقول بأن الجسم بأكمله مرسوم بخارطة بصورة ما، لتظهر كل جزء من أجزاء الجسم في أجزاء أخرى منه. وفي هذه الحالة خارطة الجسم بما تحوي من الأجزاء الداخلية مرسومة بقزحية العين. ومثالا آخر يمكن أن تكونون أكثر على معرفة أو دراية به هو الرفلكسولوجي أو مساج القدمين أو باطن القدم، حيث يعتقد بوجود خارطة لكل الجسم في باطن القدم، ممكن أن نستدل منها على الأجزاء الصحية والأجزاء المرضية في كل الجسم. وهذه النظرية تقول بأنه بالأمكان أن يتم تشخيص مرض ما بمجرد النظر إلى هذه الخارطة، أو أنه بالأمكان التأثير على الصحة وتحسينها والقضاء على المرض بمجرد مساج باطن القدم أو وخز إبر في جزء من الأذن أو الرأس وهكذا. هذا مع العلم بأنه لا يوجد أي مسند علمي لهذه النظرية، ولا توجد سلسلة من البحوث، ولا خط من الأدلة غير المترابطة، ولا حتى بنية تحتية تشريحية لوجود مثل هذه الخرائط بجهة ما بالجسم لتظهر عليها أجزاء أخرى من الجسم بالطريقة المعروضة في هذه النظرية، ولا حتى تفسير علمي لكيفية تأثير الكبد مثلا في جزء صغير من قزحية العين. فإذا فكيف يصدق الناس ادعاءات معالجي قزحية العين؟ أو كيف يمكن للمعالجين خداع مرضاهم؟ ما يفعله معالجو قزحية العين هو بالواقع ما نسميه بالقراءة الطبية الباردة،
هل تتذكرون القراءة الباردة التي تطرقنا إليها سابقاً عندما ذكرنا بأن قارئ الفنجان مثلاً أو حتى من يقوم بعمل السحر يعمل التخمينات المبهمة والعامة تاركاً للشخص نفسه أن يقوم بتوصيل النقاط والحروف من هذه التخمينات وتطبيقها بقصصه الخاصة بالذاكرة؟ هل تتذكرون؟ في هذه الحالة يقوم من يعالج القزحية بعرض بعض الأعراض العامة مع الأخذ والعطاء مع المريض كي يشكل فكرة ويعطيك انطباع بأن لديه علم بالأعراض، بينما يكون هو يستخدم التخمينات وردود الفعل لكي يخلق الوهم لديك بالمرض أو بأنه يعلم ما هي الأعراض ويعتمد عليك أنت للقيام بالباقي لتفسيرها. ليس ذلك وحسب، بل هم أيضا يستخدمون نفس الأساليب التي يستخدمها قراء القراءة الباردة لكي يعوضوا عن التخمينات الخاطئة التي بدت منهم. فعلى سبيل المثال، لو قال المعالج لشخص ما بعد معاينة قزحية عينه: هل تشتكي من مرض رئوي؟ فيجيب المريض بالنفي، فيرد قائلا: أها، أنت إذن لديك قابلية لمرض رئوي، وهذا ممكن أن يستفحل ويصبح مشكلة بالمستقبل، فعليك الانتباه لذلك، وهكذا إلى آخره. وبهذه الطريقة يحولون كل فشل في التخمين إلى فوز، ويعطون الانطباع الخاطئ بأن لديهم علم عن حالة المريض الصحية وما هو معرض له مستقبلا. هذا مع العلم بأنه توجد بعض الدراسات العلمية للتأكد من مدى صحة ادعاءات نظرية قزحية العين ولمدى مصداقية من يقوم بالعمل بها في تشخيص المرض والصحة. فهناك 2000 مراجعة عالية الجودة قامت Edzard Ernest Studies بالقيام بها، وكانت نتيجة هذه المراجعات بأن ما يقوم به قراء قزحية العين هو مجرد تخمينات لا تختلف الإصابة أو الخطأ فيها عن احتمالات الصدفة عندما يتم عمل التعمية المناسبة. تذكرون التعمية؟ عندما يتم عمل التعمية المناسبة فنتائجها لا تكون مختلفة عن نتائج الصدفة في أن يصيب أو يقيم. ومعنى ذلك أنه بالأساس لم يحصل الذين قاموا بالتجربة على أي معلومات مفيدة عندما عاينوا قزحية العين للأشخاص الذين خضعوهم للتجربة، وهذا دليل كبير بأنه لا توجد في الواقع أي أساسيات لعلم القزحية المزعوم. لكن مع ذلك لا زال هنالك الكثيرين من الأشخاص الذين تستهويهم المعالجة بهذه الطريقة تحت مظلة العلاج البديل. وعندما تواجه المعالجين بعدم المصداقية تجدهم يلجؤون للمرافعة الخاصة أو Special Pleading التي تطرقنا إليها في فصل المغالطات المنطقية. فعلى سبيل المثال، لننظر ماذا يقول أحدهم في صفحة الإيريدولوجي عندما يفسر ما يستطيع الإيريدولوجي أن يفعله وما لا يستطيع أن يفعله. فيقول: الإيريدولوجي قد يبين أو قد لا يبين مرض معين، لكنه يعطي معلومات عن أنسجة الجسم والتي بدورها تشير إلى مدى القابلية للحالات المرضية، وغالباً ما يكون ذلك قبل أن تظهر الأعراض المرضية. والإيريدولوجي لن يذكر العمليات الجراحية التي تمت تحت تأثير المخدر، وذلك لتوقف تأثير العصب والنبض. والإيريدولوجي ليس باستطاعته أن يحدد الطفيليات أو حصوات المرارة أو الميكروبات، لكن يستطيع أن يحدد وجود الالتهابات ووجود المواد السامة بالجسم والذي يكون الجسم هو ملجأ لتطورها المستقبلي. الإيريدولوجي لن يبين الحمل، وذلك لأن الحمل وظيفة طبيعية لجسم المرأة. ونخرج بهذا الاقتباس أن الإيريدولوجي لا يعطينا أي شيء قابل للقياس ولا أي شيء موضوعي ليثبت ما إذا كان الإيريدولوجي يعمل أم لا، بل يعطي سمات ضبابية لا يمكن قياسها.
وهذا يعني بأن المعتقدين بالإيرودولوجي نجحوا في عزله أو نجحوا في إعطاء ادعائهم المناعة ضد أي أدلة علمية، وأن دل ذلك على شيء ويدل على أن قزحية العين وبكل بساطة لا تعطي أي معلومات وليست نظرية علمية بالأساس. المثال الثاني في العلم المزيف يغلب عليه بعض السخرية لارتباطه بصائدي الأشباح. نعم هم صائدي الأشباح، ما سمعتوا غلط، فمن هم صائدي الأشباح؟ هل حصل معك بالماضي تجربة غريبة لم تعرف تفسير لها؟ يعني مثلا هل استيقظت يوما من النوم وأحسست أن جسمك مشلول وأنك غير قادر على الحركة، أو حتى أنك شعرت بأن هنالك شخص أو شيء ما معك بالغرفة؟ هل شعرت بثقل على صدرك وكأن هناك شيء جاثم عليه يمنعك من السيطرة على وضعك؟ وهل هذا يعني بأنك في مواجهة مع شياطين أو أرواح أو أشباح أو جن أو حتى كائنات، أي كائنات غيبية حتى كائنات فضائية؟ دعونا نرجع للتفسير العلمي أو للسبب الأساسي الذي يحصل هذا الشيء مع البعض لاحقاً. أما الآن فلنتحدث عن العلم المزيف خلف من يستغل هذه الحالات والتجارب البشرية ليروج لمهنة تصيد الأشباح. ونحن هنا لا نتحدث عن ما يعتقده الناس أو ما يمرون به من تجارب، بل عما تبينه الأدلة العلمية التي يروج لها من يدعي بأن في إمكانه أن يصيد هذه الأشباح. أما الناس الذي تحصل معهم هذه التجارب فهم قد يكون لديهم اعتقادات مسبقة بالأشباح أو الأرواح، وهذا عادي، فالكثير من الثقافات مليئة باعتقادات من هذا القبيل. لكن هل هناك أدلة علمية على وجود هذه الغيبيات؟ وماذا يفعل صائدو الأشباح الذين يدعون بأنهم يقومون بالبحث العلمي على الأشباح كظاهرة؟ وهل لديهم الأدلة التي يدعون بأنهم يملكونها؟ فصيد الأشباح كما تبين التقارير العلمية أصبح اليوم شيء له شعبية، وخصوصا في التلفزيون الواقعي أو رياليتي تي في على سبيل المثال، وعليه فكثير من البشر يتابعون نشاطات تصيد الأشباح التي يتم عرضها وكأنها علم مقبول مع أنها ليست كذلك. ويقول المؤلف بأنه قام بنفسه بالتحري مع مجموعات من صائدي الأشباح وعاين بعض البيوت المزعوم بأنها مسكونة، ويعتقد بأن صيد الأشباح مثال ممتاز على العلم المزيف. فصائدو الأشباح يتخذون المسار العلمي لكنهم لا يمارسون الطبيعة الحقيقية للتحري العلمي. ولنفهم ذلك دعونا ننظر لنوعية الأدلة التي يأتون بها لكي يثبتوا بأن الأشباح لها وجود وأنها بالفعل ظاهرة حقيقية. أكثر الأدلة شيوعاً بين صائدي الأشباح هي ما يزعم بأنها صور فوتوغرافية لهذه الأشباح. هذه الصور غالباً ما يظهر عليها دوائر من نور أو كريات شبحية، وأحيان تكون خطوط رفيعة أو زنبركية، وفي بعض الأحيان تكون الصورة أكثر إثارة لكونها تظهر أجسام لأشخاص لم يكونوا موجودين بالواقع لكنهم ظهروا بصورة ضبابية في جزء من الصورة. وعندما نحلل هذه الصور علمياً فإننا سنحصل على مثال جيد لاستراتيجية يستخدمها هؤلاء في اصطياد ما تكلمنا عن اصطياد الغوامض من الأمور أو anomaly hunting والذي ذكرنا في حلقات سابقة. فصائد الأشباح يبحثون عن أي شيء غير طبيعي بالصورة، ومن ثم يستنتجون بأنها دليل على الشبح، وهنا يرتكبون عدة مغالطات منطقية. أولها مغالطة الالتماس بالجهل، وقد يبذلون جهداً كبيراً لرفض أي تفسير بديل لاستنتاجهم، فهم يدعون أن منهجهم علمي لكنهم لا يبذلون جهداً في القيام بالنهج الفعلي للعلم والذي يبدأ باختبار الفرضية.
وهم يقومون بالسيطرة على التجربة فقط لكي يحددوا سبب واحد للأمر الغامض في مقابل أسباب عديدة أخرى لا ينظرون إليها. هم على سبيل المثال لم يختبروا ما إذا كانت الأشياء التي تظهر على الصور التي تكلمنا عنها من مثل الدوائر والأسلاك الضوئية، هل هي أمور اصطناعية حدثت خلال عملية أخذ الصورة؟ أي هل هي انعكاس ضوء ما مثلا؟ أم صور حقيقية لشيء موجود بالواقع وتم رصده بالصورة؟ ليس ذلك وحسب، بل هم أساسا ليس لديهم فكرة عما يبحثون عنه، لا نموذج معين للشكل هذا الشبح أو أي معلومات مبدئية عنه وعما يجب أن تكون عليه صورته. ولذا فأي شيء غامض ليس لهم تفسير عليه ويظهر على الصورة ينسبونه فورا للشبح. هذا مع العلم بأنه لو كانوا بالفعل يبحثون بشكل علمي عن الأدلة ويريدون أن يصلوا إلى حقيقة هذه الأمور الغامضة، فهنالك عدة تفاسير يمكنهم الأخذ بها أو على الأقل وضعها بعين الاعتبار واختبارها. من أهم هذه التفاسير هو التأثيرات الضوئية من مثل تلك التي تفرضها فلاش الكاميرا التي يستخدمها صائد الأشباح. ففي أحد صفحات صيادي الأشباح على النت ينصح الكاتب ينصح الكاتب متابعي باستخدام الفلاش لكي يجدوا صور أكثر للأشباح. ومن المعروف أن عدسة الكاميرا عند استخدام الفلاش ممكن أن تخلق الدوائر الضوئية المصطنعة عندما ينعكس أو ينكسر الضوء فيها، بل وقد ينعكس الضوء أيضا من ذرات الغبار الموجودة بالغرفة. وهذه الانعكاسات لا نراها بالعين المجردة، لكنها ستظهر بالكاميرا عندما ينعكس ضوء الفلاش عليها. وغالبا ما يكون السلك الضوئي على الصورة نتيجة ما يسمى كاميرا كود إفكت، والتي يكون بسبب أي شيء موجود أمام العدسة بصورة قريبة جدا، وخصوصا عند استخدام الفلاش. وحتى وجود سلك أسود بلاستيكي أمام العدسة ممكن أن يعكس الضوء ويسبب خط منير أو سلك ضوئي على الصورة. أو قد يكون السبب هو الضبط المسبق للكاميرا الديجيتال أو الكاميرا الرقمية، وهذا ما صادفه المؤلف شخصيا بأحد المرات عندما عاين الكاميرا التي استخدمها أحد المدعين بصيادة الأشباح، وتبين له بأن الكاميرا كانت مضبوطة على Twilight Mode أو الضابط الخاص لتصوير الشفق، وكان هذا الضبط جديد بكاميرات الديجيتال، لم يعلم به من قام بالتصوير، فظهر له سلك ضوئي بالصورة. فخاصية هذا الضبط هو أنه يستخدم الفلاش ليصور الأجسام القريبة، لكنه بعد ذلك يفتح الشتر على العدسة كي يصور بعد أكبر أو مناطق أعتم في مجال الخلفية من التي لم يتم إضاءتها بالفلاش، من مثل أخذ صورة الشفق مثلا. وحركة الكاميرا الميكانيكية فيما بين الصورة القريبة والصور البعيدة يزيد من احتمال خلق أسلاك ضوئية على عرض الصورة، وتكون نتيجته مؤثرات غريبة لا تجد لها تفسيراً إن لم تكن على دراية بكيفية عمل التوايلايت مود. ولكن ماذا عن المؤثرات الأخرى على الصور الفوتوغرافية؟ ماذا عن الصور التي تحوي على صور شخص ضبابي أو جسم ما لم يكن له وجود بالواقع؟ فهذا ليس سلك أو دائرة ضوئية، وعليه لا يمكن أن تكون مؤثرات اصطناعية، أي لابد أن يكون هنالك شيء آخر، أليس كذلك؟ بالطبع هو شيء آخر، لكنه ليس صورة للشبح بالتأكيد، فمعظم هذه النوعية من الصور تكون مأخوذة من الكاميرات الأقدم، وهذه الكاميرات كانت غالباً ما تخلق صورتين بنفس الصورة، ومن هم من جيلي طبعاً أكيداً جربوا ذلك بأنفسهم. ففي هذه الكاميرات أحياناً لا يتم تمرير الفيلم للصورة التالية، وعليه فالصورتين ستظهران على نفس الشريحة.
أحد هاتين الصورتين يكون طبعاً أقل وضوح أو شبحي، والثاني صورة عادية. وأحياناً تكون الصورة الشبحية مجرد بارادوليا اللي تكلمنا عنها، أي تأثير ضبابي بالصورة، ممكن يكون في تأثير ضبابي بالصورة، أما لوجود دخان بالبيئة مثلاً، أو بسبب بريق الفلاش عند استخدامه لشيء قريب، فيخلق هذه الصورة الضبابية والبارادوليا، واللي هي يعني نموذج أو وجه يخلق في الدماغ عندما تنظر في السحاب مثلاً، فترى ما يبدو بأنه صورة متذبذبة شبحية لجسم أو لوجه في هذا الضباب أو في الصورة. فالصورة غير موجودة بالواقع، لكن دماغك، وهذه طريقة عمل البارادوليا، أن الصورة غير موجودة بالواقع لكن دماغك هو من خلقها بوضع التفاصيل فيما هو مجرد تلوث عشوائي. وممكن أن تكون صورة لشخص ما موجود بالواقع بنفس المجال الرؤية وقت أخذ الصورة وأنت لم تلاحظه، أي قد يكون مشى بالخلفية مثلاً، أو ظهر في نافذة لبرهة قصيرة فظهر حينه وجهه بالصورة ولم تركز عليه. أي أنه يوجد الكثير من التفسيرات للصور الغامضة على الفيلم الفوتوغرافي، ومع ذلك لا ينظر بها. لكن صائدو الأشباح، ولكي يزعموا بأنهم يتبعون النهج العلمي الصحيح، لا تقتصر أدلتهم على الصور وحدها، بل يستخدمون أيضاً أدوات علمية تقنية لأخذ البيانات حتى يؤكدوا بأن أي قراءة غامضة يلتقطونها لابد أنها دليل آخر لوجود الأشباح. فعلى سبيل المثال، الكثيرين منهم يحب استخدام جهاز كاشف الصور المغناطيسي أو فوتو ماجنتيك ديتكتور للبحث عن المجالات الكهرومغناطيسية، والتي سأسميها EM من الآن. EM fields هي نفسها المجالات الكهرومغناطيسية، لكن هناك عدة مشاكل باستخدام مثل هذه الأجهزة. أحد هذه المشاكل هو أنهم غالباً ما يستخدمون أجهزة الكاشف المعروضة بالسوق للاستهلاك المحلي، وهذه الأجهزة ليست دقيقة بما فيه الكفاية، وليس بها خاصية معرفة الوجهة التي يأتي منها المجال الكهرومغناطيسي كما يفعل الخبراء بقياس هذه المجالات بأجهزة تخصصية. فهذه الأجهزة التي تستخدم من قبل صائدي الأشباح تكون متعددة الاتجاهات or omnidirectional، وهذا يعني بأن في وسعها كشف المجال الكهرومغناطيسي، لكن لا يمكنها التأكد على الوجهة التي يأتي منها المجال، وهي كذلك ليس بها خاصية السيطرة على الأبعاد المطلوبة لكشف المجال أو الترددات، بل يكون البعد والتردد مضبوط مسبقاً في هذه الأجهزة ولا يمكن تغييرها. وأساساً لا توجد أي أبحاث علمية على مدى ارتباط قيمة هذا التردد مع المجال الـ EM أو الكهرومغناطيسي المزعوم للشبح. لكن الأهم من ذلك كله أنه في مجتمعاتنا المتقدمة تقنياً، فالموجات الكهرومغناطيسية تحيط بنا في كل مكان، وتجدها بكل منزل حتى لو لم يكن بالمنزل كهرباء. فتكثف الحديد الموجود بالبناء على سبيل المثال ممكن أن ينتج مجالات كهرومغناطيسية، لكن صائدو الأشباح لا يقومون بالسيطرة على تجاربهم بصورة كافية تلغي التأثيرات الخارجية، ولا تكون هذه التجارب مصممة لكي يتم تحديد مصدر هذه المجالات، ولا لاستبعاد أي تفسيرات شعبوية. هناك ظاهرة طبيعية أخرى غالباً ما تستغل كأدلة لتواجد الشبح، بل يسمونها برودة الشبح، ويقصدون تلك البقع الباردة بالمكان المزعوم بأنه مسكون، لكن تسميتها ببرودة الشبح لا يجعلها دليل على وجود الشبح، فهي مجرد بقعة باردة في المنزل. فالكثير من المنازل بها تيارات هوائية ينتج عنها بقع أبرد من غيرها، وخصوصاً في البيوت الأقدم التي يتحرى صائدو الأشباح فيها عن الأشباح. وعلى الرغم من عدم استطاعة أي شخص
على أن يأتي بأي دليل يمكن الاعتماد عليه والتأكد منه لتفسير الظاهرة بأنها حقيقية، فالناس لا زالوا يأتوك بالكثير من تجاربهم الخاصة عن الأشباح أو الأرواح أو الجن أو أي أمور غامضة. ولا نستطيع بالطبع أن نقول بأن هؤلاء لم تكن لهم هذه لديهم هذه التجارب أو أنهم يكذبون مثلا، لكن السؤال المهم هو ما هو أفضل التفاسير لهذه التجارب الغريبة؟ نحن نعلم اليوم ومن خلال العلم بوجود العديد من الأدلة على أن هذه التجارب هي نتيجة الخلل في الإدراك البشري، ولقد تعلمنا في المحاضرات السابقة لأي درجة ممكن أن يكون إدراكنا به عيوب، سواء كانت هذه العيوب بالقابلية على التعرف على الأنماط اللي شرحناه سابقا اللي هو pattern recognition، أو القدرة على الكشف الزائد عن الايجنسي هايبراكتيف ايجنسي ديتكشن اللي هم درسنا اللي هو اعطاء الجماد خاصيه او ذات، او حتى اخطاء الذاكره المفبركه. وتقدرون هذه ترجعونها اذا اردتوا التفاصيل على كل المحاضرات السابقه موجوده هناك وشرحناها يعني بشكل مفصل اكثر. فكل المشاكل والأخطاء التي تطرقنا إليه في تلك المحاضرات ممكن أن يكون لها دور في خلق هذه الأمور الغامضة. ولا ننسى بأنه غالباً ما يتم رؤية الخوارق للطبيعة أو الأمور الغريبة تحت ظروف سيئة، يعني فقد يحدث عندما يكون الشخص لديه مشكلة بالنوم في المراحل المتأخرة من الليل مثلاً، وهذا هو الوقت الذي يظهر فيه الشبح عند غالبية الناس، أي وقت الظلم، أو عندما يكون الشخص متوتراً لأمر ما، طالب مثلاً يسهر الليل للاستعداد لامتحان ما، أو حتى تزيد عندما تكون درجة توقع الشخص لرؤية الشبح عالية جداً، يعني مثل ما نقول في مثل المصري يقول اللي يخاف من العفريت يطلع له، فإذا كنت كلما يزيد اعتقادك به كلما ستخدع نفسك في أنك ترى شيئاً. كل هذه الأمور مفردة أو مجتمعة ممكن تجعلنا نرى ما لا وجود له بالواقع. لنرجع الآن إلى ما قمنا بالتطرق له في بداية هذه المحاضرة، والذي هو تجربة أن تصحى من النوم مشلولاً بالكامل، وإحنا بالكويتي نقول الجاثوم، وتشعر بوجود شيء مخيف في الغرفة معك، وقد تشعر بثقل في صدرك. فهذه التجربة بالفعل مخيفة لكن لها تفسير. أطباء الأعصاب يسمونه hypnagogic hallucination أو هلوسة النوم الجاثوم، وهي ظاهرة معروفة بعلم الأعصاب بكونها اندماج أو تداخل ما بين حلقات النوم وحلقات الصحوة، وتداخل الأحلام أو الحالة التي يكون فيها النائم حالماً مع الحالة الصحوية، وهذا من شأنه أن ينتج هلوسة، وأنت تشعر بالشلل لأنك أساساً عندما تحلم فدماغك يشل جسمك حتى لا تمشي وأنت نائم أو تتحرك أثناء الحلم، وهذا الشلل أثناء النوم يستمر في حالة الاستيقاظ المزيف. وهذه التجربة فتشعر بأنك صاحي وفي نفس الوقت أنت لا تستطيع حركة، وهذه التجربة قد تكون شديدة الوقع على الشخص ومخيفة جدا. فنوفيلا يقول أن لدي الكثير من المراجعين الذين يشتكون بأنهم مفزوعون منها ولا يعرفوا كيف يفسروا. هذه النوبات العصبية تم الكتاب عنها بعدة ثقافات في التاريخ البشري، وغالباً ما يتم ربطها بخرافات هذه الثقافات من كائنات مخيفة تزور الناس أو تبرق على صدورهم وتفقدهم قواهم وتشلهم. لكننا نعلم اليوم بأن هذه مجرد ظاهرة عصبية، لكن مع ذلك لا زال الكثيرون من أتباع العلم المزيف يفسروها لك بأنها إما أشباح أو شياطين أو جن أو حتى كائنات فضائية في المجتمعات الأكثر تمدناً.
ننتقل الآن لنوع آخر مختلف تماماً من العلم المزيف، وهو ما يسمى باكتشاف الطاقة المجانية. بالتأكيد كلنا يرغب في الحصول على مصدر طاقة نظيف ورخيص ومستمر، وذلك لأن حضارتنا كبشر ستكون أعظم وأكثر تقدماً مما هي عليه اليوم. فمسيرة التقدم الحضاري دائماً ما كانت معتمدة على الطاقة، وكما نعلم فحالياً اعتمادنا الأكثر هو على الوقود الأحفوري، وذلك لكون الوقود الأحفورية رخيص وموجود بكثرة وله مخازن تحت الأرض، لكن الطاقة الناتجة عنه ليست نظيفة ولا هي متجددة. وهذه هي الحاجة القوية للوقود الرخيص، هي هذه الحاجة كانت الدافع الأول وراء قيام الكثيرين بالبحوث في العلوم المزيفة في إنتاج ما يسمى بالطاقة المجانية. أشهر هذه البحوث وأكثرها تطرفاً في هذا المجال من العلوم المزيفة نراها فيما يسمى بنفس الاسم، أي بالطاقة المجانية. فهذه الطاقة ليس فقط موجودة بكثرة، لكنها طاقة لا نهائية. وأكثر التجارب شهرة في الطاقة المجانية هو ما نجده في الادعاء باختراع ماكينة تنتج طاقة أكثر مما تستهلك في التشغيل، وتسمى هذه الأجهزة باسم Over Unity Machine أو ماكينات ذات الوحدة الأعلى، وذلك لأنها تنتج طاقة أكثر مما تستهلك. هذا مع العلم بأن أكثر المحاولات لاختراع هذه الماكينة لا زال مبني على تجارب على المستوى الصغير، لكن القائمين عليها يدعون أنها ممكن أن تطبق على المستوى الأكبر، أي ممكن أن يتوسعوا بها، وهنا تكمن المشكلة. تطبيق هذه التجارب على المستوى الصغير يعني أنه من السهولة بمكان أن نفشل بحساب تأثير على التجربة من قبل مصدر صغير خارجي للطاقة إن لم نكن قد وضعناه بالاعتبار، وهذا من شأنه أن يربك تفسيراتنا عندما نجد زيادة طفيفة في الطاقة المنتجة. فالفشل في حساب القليل من الحرارة بالنظام أو القليل من القوى الحركية أو الميكانيكية الآتية من مصدر خارجي ممكن أن ينتج الانطباع الخاطئ أو الحسابات الخاطئة بأن هناك زيادة في طاقة النظام دون أن نستطيع تحديد مصدر هذه الطاقة. هناك مشكلة أخرى، وهي الافتراض بأن هذه الطاقة ستتزايد بصورة غير متناهية. وبالطبع عندما يدعي داعمي الطاقة المجانية ذلك، فهذا من شأنه أن يسقط ادعاءهم بالكامل، وذلك لأنه فيزيائيا لا يمكن أن ينتج طاقة لا نهائية من لا شيء، وتكون النتيجة المتوقعة لهذه الأجهزة أنها لن تعمل أبدا، ولا يمكن أن تتوسع التجارب بها لأنها لا تستطيع بالأساس أن تخلق طاقة. وغالباً ما يكون هناك تدليس مقصود في هذه التجارب، وهناك العديد من الشركات التي تدعي أنها على وشك خلق هذه الطاقة النظيفة أو ماكينات الطاقة المجانية. عندما تقوم بعرض هذه التجارب المقامة على مستوى الصغير لكي يخدعوا المستثمرين ليدفعوا الأموال الكثيرة في اختراعهم الذي يدعون أنهم على وشك الانتهاء منه. وبالطبع عندما يواجهون إشكالية تلو الأخرى يقولون نحن نحتاج فقط القليل من عشرات الآلاف من الدولارات للانتهاء من البحوث الخاصة بإصلاح المشاكل التقنية، لكنهم لا يعترفون بأنهم يواجهون ما هو أكبر من مجرد مشاكل تقنية في هذه الأجهزة، فهناك مشاكل جذرية في البنية الأساسية للنظرية. فكثير من هذه الأجهزة تستخدم المغناطيس في عملها، ناسين بأن المغناطيس طاقته متناهية، فأنت تستطيع أن تستخدم المغناطيس لتنتج حركة مستمرة، وهذه الحركة تستخدم الطاقة في المغناطيس، وهذه الطاقة بالنهاية ستنتهي، وهذا أيضا سيدخل بالتأثير عندما تحاول أن تتوسع بالتجربة، وعندها ستدخل في مشاكل جدية أكبر، وكذلك ستواجهك مشاكل أخرى
عندما تحاول استخدام هذه الماكينات، ليس فقط كطريقة لتحريك دولاب بصورة متناهية، لكن أيضا عندما تستخدمه كمصدر للطاقة مثلا في تزويد الكهرباء لمنزلك، والذي يبدو أنه ورغم الكثير من المحاولات لم ينجحوا أبدا في فعله. لكن أكثر المشاكل البارزة في ادعاءات الطاقة المجانية هي أنها تخالف قوانين الثيرمودينامكس أو الديناميكا الحرارية. ديناميكية الحرارية في القانون الأول للثيرمودينامكس، والذي هو قانون حفظ الطاقة، يقول بأن الطاقة قد تتغير بالصورة لكنها لا يمكن أن تخلق من لا شيء. أما القانون الثاني للديناميكية الحرارية فهو يقول بأنه في أي عملية ديناميكية حرارية هنالك دائما بعض الطاقة المفقودة للإنتروبي. وعلي يمكنك القول بأن القانون الأول يقول بأنه لا يمكنك الحصول على مخرجات من الطاقة عند القيام بعملية ما أكبر مما تضع بالأساس بها من طاقة، والقانون الثاني يقول أنك لا تستطيع حتى أن تحصل على نفس الطاقة التي تضعها بالعملية، لأن بعض الطاقة ستستهلك في العملية نفسها أو في الإنتروبي، أي المدخلات في الطاقة تكون دائما أكبر من المخرجات في أي عملية. دعونا الآن ننتقل لمثال آخر، وهو الساي أو الادعاء بالقدرات الخارقة ومعرفة الغيبيات، مثل القدرة على قراءة أفكار الآخرين ومعرفة الغيب والاتصال بالأرواح ومعرفة ما يحصل عن بعد وغيرها من القوى الخارقة التي يدعي البعض بأنه يمتلكها، أو كما يقول البعض بأنها كرامات، ويرمز لها ESP Extra Sensory Perception، أو ممكن أن يسميها حسب المصطلح الجديد Anomalous Cognition، أي إدراك الغوامض من الأمور. فهذا الاسم بذاته يوحي بأنه يتعامل مع الغوامض، وشكل من أشكال هذه الادعاءات يسمى Precognition أو الإدراك المسبق، أي القدرة على رؤية الشيء قبل أن يحدث، أو الرؤية عن بعد مثلا، أو القدرة على رؤية الشيء بعيد عن المكان الذي يتواجد به الشخص. فهذه الظواهر قام عليها نشاط بحثي كبير في القرن المنصرم، لكن النتائج كانت كلها تقول بأن احتمال أن يحصل ذلك هو قليل للغاية. وهذا لا يعني أن هذه الظواهر غير موجودة، أي لا يعني بعدم صدق حدث ما على سبيل المثال، لكنه يعني بأنه عندما يحصل الشيء فمن الواجب علينا أن نكون أكثر تشككاً في سبب حدوثه فعلياً، ولا بد أن نحصل على درجة من الأدلة تتناسب مع عدم معقولية أن تكون هذه الادعاءات صحيحة. لكن حتى لو وضعنا مسألة المعقولية جانباً، فالباحثون وإلى يومنا هذا لم يتمكنوا من التحرك حتى من الخطوة الابتدائية، ألا وهي بيان أو إقناع الآخرين إن كان بالفعل لظاهرة الساي أي وجود. فكثيراً ما نسمع بأن هناك تجارب كثيرة ولمشاريع شاركت بها الدول بالملايين من الدولارات في مشاريع جاسوسية لمعرفة نيات العدو وغيرها من الأبحاث، لكن المشترك بين كل تلك الأبحاث هو أن شابها الكثير من عيوب العلم المزيف. ومع أنه علينا أن نعترف بأنه اليوم تخطينا هذه النوعية من التجارب المميزة بهذه الأخطاء، يعني تفلترت مع الزمن، لكن لا زال هنالك البعض ممن لا زال يرتكبها أحيانا. فمثلا أحد هذه الظواهر أو الأخطاء المرتكبة في التجربة يسمى فشل الساي، وما يعنيه هذا هو أنه أحيانا قد يخطئ القارئ الغيب ويعطيك إجابات خاطئة أكثر مما قد يحصل بمجرد الصدفة، أي أن قواهم الغيبية المزعومة تبعدهم عن الأجوبة الصحيحة أو التخمينات الصحيحة بدلاً من توجيههم إلى الأجوبة الصحيحة. ومع ذلك لا يتم حساب هذه المرات، بل يحسب فقط التخمينات الصحيحة والتي قد تكون أقل من الخاطئة.
ومثال آخر على الأخطاء بالتجربة هو ما قمنا بذكره عندما تطرقنا لمسألة البدء والتأخر الاختياري، فقلنا بأن هذا يحصل عندما يقول الباحث بأن عالم الغيب أو الساي يحتاج لفترة تسخين قبل أن تقوى قدراته، ولذلك تكون تخميناته هي سلسلة من تخمينات غير صحيحة يتبعها سلسلة من تخمينات الصحيحة، ومن ثم تخور قدراتهم فيتوقفون عن إعطاء الأسئلة الأجوبة الصحيحة عند نقطة معينة. أي أن قراءة الغيب مثلها مثل الرياضة البدنية تحتاج لفترة تسخين وفترة تدريب قبل وبعد الممارسة الفعلية، فتتلخبط بها التخمينات. كل الحالتين، كلتا الحالتين سواء الفشل في الساي أو بدء وتوقف الاختياري هما مثالين ممتازين في التنقيب عن البيانات أو في انتقال الكرز في البيانات. فالتنقيب عن أو حساب فقط تلك البيانات الإيجابية أو التخمينات التي تصيب، وإلغاء البيانات السالبة أو التخمينات التي تصيب هو انتقاء بالكرز. ففقد الساي على سبيل المثال يضاعف الفرصة في حساب تخمينات ممكن أن تكون مهمة بالإحصائيات كما هي التخمينات الإيجابية، وعليك أن تحسب حسابها. والبدء والتوقف الاختياري ما هو إلا طريقة لانتقاء سلسلة عشوائية حصلت عليها بالصدفة في كل البيانات التي تصدق بالتخمين بصورة أكبر من مجرد الصدفة، وذلك لتجمع البيانات العشوائية التي تكلمنا عنه في محاضرة الاحتمالات، وهي ليست أكثر من انتقاء ما يصدق من التخمينات وإلغاء ما لا يصدق منها في شريط من التخمينات العشوائية. في كلتا الحالتين عليك أن تنظر لكل البيانات وبصورة إحصائية ثابتة حتى تستطيع أن تقول فيما إذا كانت الظاهرة لها وجود بالواقع أم لا، وعندما تفعل ذلك تبين البحوث بأنه لا توجد ظاهرة، وأن هذا ليس سلسلة زائدة من التخمينات الفاشلة أو سلسلة زائدة من التخمينات الصحيحة في وسط البيانات. عندما تنظر إلى كل البيانات فستخرج بالمتوسط الرياضي الذي يقول لك بأنه لا يوجد أثر للفرضية العدمية أو null hypothesis التي تطرقنا لها سابقا في المحاضرة عن الاحتمالات، والتي تفترض بها خطأ الادعاء إلى أن يثبت بالتجارب الآنية أنه صحيح. فالحصول على نتائج إيجابية مع تجارب فقد الساي وتجارب البدء والانتهاء الاختياري تكون نتيجة الخطأ في فهم نظرية الاحتمالات، فهي تتجاهل حقيقة ما قمنا بالتطرق إليه بأنه وفي أي مترادفات فسيكون هناك مجموعة من الإيجابيات أو تلك التجارب التي تبين أن الادعاء حقيقي، ومجموعة من السلبيات أو تلك التجارب التي تبين بأن الادعاء خاطئ، وهذا ما ستحصل عليه بالصدفة المحضة. فالأبحاث في الساي غالباً ما تأتي من نوعية معينة من التجارب يدعي بها الباحثون أنها تؤكد ظاهرة الساي، لكن عندما يهم علماء أو باحثون آخرون بإعادة نفس التجربة فهم يجدون بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك، أي لا يستطيعون الحصول على نفس النتائج، وأي دراسة فردية ممكن أن يكون بها سوء تفسير للنتائج أو قد تكون مجرد خطأ إحصائي. فإن استخدمت القيمة الاحتمالية p-value على سبيل المثال بالإحصاء والذي هو 0.05، فهذا بالأساس يعني بأن واحد في كل 20 دراسة ستعطيك تأثير إحصائي كبير أو ستبين مثلا أنها موجبة حتى لو لم يكن للظاهرة وجود أصلا، وهذه تسمى الإحصائيات الإيجابية الخاطئة أيضا كما ذكرنا بصورة أكثر تفصيلية في المحاضرة عن الاحتمالات. وأن نظرنا فقط للدراسات التي تكون نتائجها إيجابية فهذا يحسب علينا كانحيازات في النشر، فأنت عندما تندفع في نشر النتائج التي تبين أمور مثيرة أو نتائج إيجابية فقط فأنت ستترك انطباع خاطئ بأن الإحصاءات تبين أن ظاهرة الساي حقيقية، لكن لو نظرنا لها كمجرد تذبذبات عشوائية و
وتجمعات للبيان في مجموع التجارب المقدمة، فنحن سنتوقع بأن نفس الأنماط لن تحدث المرة تلو الأخرى. وفي الواقع هذا ما نراه كل مرة، يعتقد الباحثون في الساي بأنهم أخيرا وصلوا على نتائج يمكن أن يعتمدوا عليها لإثبات ظاهرة الساي، فيقوم آخرون بالتجارب لكنهم لا يحصلون على نفس النتائج حتى مع نفس الأشخاص. وعلى هذا الأساس فضربة الحظ في الحصول على الدراسات الإيجابية الخاطئة ممكن أن يتم اختيارها بين الكثير من النتائج السالبة، بما يشبه البدء والتوقف الاختياري نوعا ما لكل، لكن لأجل الدراسة. ولو كان الأثر حقيقي فلا بد أن تكون إمكانية إعادة إنتاج التجربة المرة تلو الأخرى أمر ثابت. فمفتاح الخطأ في هذه الظاهرة بالذات هو الفشل في إعادة الإنتاج، وهكذا تختفي النتائج الأولية الباهرة مع مرور الزمن وتتفلتر، يعني كلما زادت السيطرة على التجربة. وهذا هو التأثير العام الذي نراه في الأدبيات العلمية الخاصة بالساي، وكلما صار البحث أكثر صرامة كلما انكمش حجم التأثير أو تبين أنه لا وجود للساي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ينكمش تأثير الساي لدرجة أن يكون قليلاً، أن يحدث أحياناً مع ناس معينين مثلاً، أو أنه ينكمش لدرجة أنه يفقد أي تأثير يذكر، أي لا وجود للساي؟ تجربة غانغسفيلد هي واحدة من الأمثلة في هذا المجال، وهي سلسلة من التجارب الصارمة التي تنظر في ظاهرة نوع من الساي، والذي هو رؤية الشيء عن بعد. فبعد قيامه بكثير من التجارب تبين أنه كلما أصبحت تفاصيل الدراسة تحت التدقيق بصورة أكبر، وصارت الدراسات والتجارب اللاحقة أكثر وأكثر صرامة، كلما انكمش درجة التأثير أو قدرة الرؤية من بعد بصورة أكبر حتى وصل لدرجة الصفر، أي لم يظل هنالك أي تأثير، أي أن الرؤية من بعد هو مجرد وهم. ومثال آخر لهذه الدراسات في الساي كان على ما يسمى باسم Precognition، أي المعرفة المستقبلية، وهذه الدراسات قام بها بام، وهي مثال لتجارب أحدث على الساي، وكانت النتائج متشابهة للتجارب السابقة، وهو التأثير المتناقص أو الفشل في إعادة الإنتاج. ففي هذه التجارب قام ديرل بعمل سلسلة من التجارب السايكولوجية التي استنتج منها بأن بعض الأشخاص كان باستطاعتهم أن يروا المستقبل أحياناً، وبعد محاولات عدة لإعادة تجربة تبين له أن النتائج سالبة كلياً، أي لم يتمكنوا من رؤية المستقبل كما يدعون. وكانت نتيجة دراساته بأن هذه الظاهرة لا وجود لها بالمرة. مثال آخر على العلم المزيف نراه فيما يسمى بالاحتراق التلقائي للبشر. فقد نكون قد سمعنا بأن العلماء يعتقدون بأن البشر ممكن أن يشتعلوا لهباً بصورة تلقائية، وهذا مؤسس بالكامل على ملاحظات حالات غير طبيعية للموت بالاحتراق بصورة غامضة. فظاهرة الاحتراق البشري التلقائي يجمع هذا التنقيب عن الغامض من الأمور مع الالتماس بالجهل. فنحن لا نستطيع أن نأتي بتفسير سهل أو بديهي بكيفية موت شخص ما بالاحتراق وعليه، فنحن نفترض بأنهم اشتعلوا تلقائيا. وهذا مع العلم بأن أغلب الحالات التي تم التحري عنها وجد أن لديها أسباب خارجية أو مصادر لهب خارجية، كان من السهولة التعرف من سهولة بمكان التعرف عليها، بل هذا يبدو أنه السمة السائدة بين جميع حالات الاحتراق البشري التلقائي. فالضحايا غالبا ما يكونوا من الذين لديهم إعاقات أو ضعيفي البنية، كبار السن، ولا يمكنهم الحركة لسبب أو لآخر، وأحيانا كثيرة يكونوا تحت تأثير مخدر ما، أو يعيشون بمفردهم ويدخنون، وكل ذلك يوحي لميل هؤلاء الأشخاص لأن يكونوا أو لعرضة للمعرضين بأن يكونوا منعزلين بطبع
طبعهم وضعيفي البنية ولا يستطيعون الحركة بصورة أو أخرى، وأن لديهم مصدر نار وقد يكون تحت تأثير مخدر، وهو الوضع المثالي لشخص يضع نفسه عرضة لخطورة الاحتراق الذي لا يتم اكتشافه إلا بعد فوات الأوان عندما تلتهمه ألسنة النيران. الباحثون في هذه الأمور قاموا بتفسير حتى الحالات التي تبدو غريبة، فبعض الباحثين اكتشفوا ما نسميه بتأثير الفتيلة أو ويك إفكت، وهو عندما يعمل الدهن بالجسم كشمع والملابس كفتيلة من الخارج، وهذا يخلق حالة وخصوصا في غرفة مغلقة حيث ينخفض مستوى الأكسجين بصورة سريعة بسبب النار، فالجسم يحترق ببطء من النار المتناقصة التي وإن قامت بحرق الشخص لكنها لن تأتي على المبنى المحيط، وقد يحدث بعض العطب في المبنى بسبب الدخان والحرارة، لكن المبنى الذي يوجد به الشخص المحترق لن تأكله ألسنة اللهب وعليه، فرجال الأطفاء سيجدون الجسم المحترق فقط والذي قد يكون متحولاً وبصورة كلية إلى رماد في داخل غرف غير محترقة وإن كان بها بعض العطب. وهذه الظاهرة قد تبدو غريبة لكنه تم تفسيرها وبصورة موسعة من خلال التحري العلمي، لكن المعتقدون بالحرق التلقائي يفترضون أمور غريبة وتفسيرات أغرب عند البحث عن سبب الاحتراق البشري. وقانون بديهي، فأنت لا يجب أن تخترع تفسير لظاهرة قبل أن توثق وجود هذه الظاهرة بالأساس. ففي كتاب بعنوان أبليز يقوم مؤلفه ليري أرنولد باختراع جزيئات سماها بايروتان، وهذه الجزيئات تتفاعل مع الخلايا بصورة انفجارات صغيرة هي المزعوم أنها المسؤولة عن الاحتراق التلقائي، أي أن أرنولد اخترع فيزياء جديدة بدون أي إسناد علمي لكي يعطي ميكانيكية خيالية للاحتراق البشري التلقائي، وأنه قام بافتراض وجود هذا الجزيء لأنه لا توجد ميكانيكية فيزيائية أو طبية معقولة لفكرة أن يسخن الجسم نفسه إلى درجة الاحتراق. هذه مجرد بعض الأمثلة لآلاف المؤلفة من العلم المزيف، ومع قلتها لكنها تعرض الكثير من السمات المشتركة التي لها جميعاً والتي نستطيع أن نتعلم منها. فالمعتقدون بها يظنون أنهم يطبقون العلم لكنهم جميعاً يشتركون في خطأ واحد، وهو أنهم ليسوا متشككين بصورة كافية بادعاءاتهم الشخصية، هم منبهرين بما يعتقدون أنهم اكتشفوه وبالأنماط التي يرونها وبما يبدو لهم أنه تأكيدا لما يعتقدون، لكنهم فشلوا في أن يسألوا أنفسهم السؤال الأساسي الذي هو هل هذا الاعتقاد صحيح أو حقيقي، وحتى يتأكدوا عليهم أن يهموا بعد ذلك في أن يثبتوا أن اعتقادهم الشخصي خاطئ، أي فقط بتخطيئ النظرية تستطيع أن تستدل على صحتهم، لكنهم بدلاً من ذلك هموا لإثبات أن اعتقاداتهم أو نظرياتهم صحيحة ودافعوا عنها وبرروها. توجد أيضاً بعض الأنواع الأخرى من العلم المزيف من التي تستحق أن نتطرق لها بصورة منفصلة وبمحاضرات منفصلة من مثل نظريات المؤامرة العظمى أو الكبرى، وأيضاً الإنكار، ما الفرق بين التشكيك والإنكار، وهذا ما سيكون موضوعنا بالفصلين القادمين.